ورجعنا لكم تاني يا احلى ناس في العالم في فقره حقيقي ممتعه جدا، فقره فنيه. ومعانا النهارده فنان عالمي عمل طفره في المزيكا. ليه بقول عالمي؟ عشان هو حقيقي سافر كل عالم بالطبله وشارك بالعزف مع عمالقه الطرب في مصر والوطن العربي، وكمان كان جزء من فرق موسيقيه عظيمه زي الفرقه المسيه والاوركسترا سيمفوني، فرقه الفنان هاني مهنا، فرقه الاستاذ خالد فؤاد، وغيرهم كتير جدا من الفرق. وانطلق في الاول خالص من اسكندريه وهو عنده 9 سنين في رحله فنيه طويله جدا. معانا الفنان الجميل جدا عازف الايقاع المعروف الفنان سعيد الارتست. اهلا وسهلا، منورني يا استاذ. اهلا بحضرتك ومنورنا بجد. انت منور مدينه الانتاج الاعلامي كلها. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك. لما بنذكر اسم الفنان سعيد الارتست بقى مرتبط باسماء كبيره جدا، الفنانه ورده والفنان وديع الصافي، فايزه احمد، أصالة، عمرو، كل تقريبا المطربين يعني تعاملت معاهم، مصر والخليج وكله. دي حقيقة. مش عارف، انا عندي اسئله كتير قوي يعني بجد، عايز اسال في كل حاجه، لكن هسال اول سؤال. النهارده كنا في بدايه الحلقه بنتكلم عن الروبوت او الانسان الانسان الالي هيحل محل معظم المهن. هل الروبوت هيحل محل الطبله؟ يعني ينفع ان هو يطبل؟ لا، صعب طبعا. صح؟ طبعا بس طبعاً. كده هو عمله في الالات الموسيقيه كلها. يعني اول ما ابتدوا في الالات الموسيقيه كانت شركه كبيره في ايطاليا، فبعتوا لي ان هم ياخدوا بس الاصوات بتاعه الطبله، وانا اعطيتهم الاصوات بتاعه الطبله. فكل الالات الكيبوردات محطوط فيها صوت الطبله، وبيعزفوا بيها وبيعملوا بيها اغاني، بس الانسان لما بيلعب هو لازم ده احساس ثاني خالص، احساس ثاني. دي حقيقه، وده اللي بيفرق بالظبط. ده اللي بيفرق بين الاغنيه اللي معموله بكواليتي عاليه والاغنيه المحموله يعني تحت السلم، الاصوات اللي هي من على النت وكده. لا ما ينفعش احساس العازف دي، يعني سبحان الله. يعني الإنسان نفسه لما بيتعايش مع الأغنية، وبعدين في أغنية تبص تلاقي فيها شوية حزن شوية فرح، صح؟ فالعازف بيندمج وبيقول لكل أحاسيسه في حتة الحزن والفرح والحاجات دي. يعني حضرتك مؤسسة كبيرة واسم يعني كبير جدا في عالم الإيقاع عموما، وعائلة حضرتك كمان فنية من أبا عن جد، يعني من أكبر العائلة الفنية كمان. وكنت عايز أسأل حضرتك يعني حاجة، بما أنك قامة كبيرة في المجال ده، في موضة دلوقتي بقت عن أن في الأفراح دايما بنشوف عازفين إيقاع أو عازفين طبلة بيطبلوا مع الأغاني وبيرقصوا وبيعملوا شو. هل أنت حضرتك ضد الموضة دي ولا معاها؟ والله هم بياخدوها كأكل عيش، لكن أنا ضد طبعا. إن هم يعني الواحد عاش حياته كلها يعني 50 سنة، 50 سنة ويمكن أكتر، ما شاء الله. في إن هو يعني هو همي كله إن أنا أرتقي بالآلة دي. صح. أجمل آلة في الآلات الموسيقية كلها. الحقيقة. وأنا من صغري يعني حبيت الطبلة زي ما حضرتك كنت يعني بتنام تحضنها. كنت بنام وبحضنها. أيوه. فيعني لغايه لما الحمد لله ما فيش ولا مطرب ولا مطربه في مصر او في اي حته في العالم العربي، فحاولت ان انا بقى ارتقي بوري الناس ده. اطلع حته ان الطبله دي ابعدها عن الرقص، يقول لك طبال ورقاصه وحاجات، فارتقيت بيها وعملت مدارس وبره مصر وجوه مصر. انا جايه لك. انا جاي لحضرتك. عايز اتعلم. تنور. ربنا يخليك. فطبعا برضك من نوع الارتقاء ان انا ارتقي بالاله دي. فطبعا ان حد بقى يمسكها في فرح ويرقص بيها، يعني احنا بيرجعها تاني للسمعه القديمه مثلا اللي كانت. يعني ممكن يقف في فرح ويبقى معاه فرقه ويعمل. صح. انا يعني زي ما بعمل كده في حفلات بالزبط. دار الاوبرا، ان انا فرقه الحاجات كلها حوالي 25 بنت بيطبلهم و20 شاب، يعني عارفه جو جميل طبعا. فطبعا الحاجات دي بتنزل بتقلب. من صح. احنا شايفين كمان دلوقتي على الشاشه الطبله بتاعت حضرتك اللي مصنوعه من الذهب كمان، معموله خصيصا لحضرتك. مش كده؟ ميه الذهب شكلها مليونان. شيك جدا الصراحه. طيب خليني ابدا بقى من اسكندريه. 9 سنين وحضرتك عاشق للطبله زي ما كده عمرو قال في البدايه، بتنم وحاضن الطبله. طفل عنده 9 سنين يحب يخرج، يحب يلعب، ينزل يلعب في الشارع، يعني ما اعتقدش ان كان زمان برضو يستهويهم ان حد يلعب طبله او
وامتهنتها وبقيت من المشاهير فيها. احكي لي عن البداية طبعا، وانتوا في بيت فني طبعا، فاحكي لي البداية، سبب حبك او سر حبك للطبلة ايه، وازاي قدرت ان حضرتك تنمي الموهبة دي؟ هو زي ما حضرتك قلت كده، البيت عندنا في اسكندرية الوالد وكل اخواتي عازفين، اللي بيلعب اورج وبيلعب اكورديون وبيلعب طبلة. فانا من لما كانوا يعملوا اغنية مثلا حفلة في التلفزيون، كان التلفزيون بيقفل الساعة 12، حفلة للفنانة وردة او الاستاذ عبد الحليم او اي حاجة، بنقعد كل موسيقيين اسكندرية بتيجي البيت عندنا. سوري اتفضل. صح، بتيجي البيت عندنا علشان يحفظوا المزيكا اللي بتتقال للاستاذ عبد الحليم او الاستاذه ورده، وعشان نقولها تاني يوم في الفرح. فانا من صغري بقى، وانا يعني قبل 9 سنين كمان، كان عيني على طول على اللي بيلعبوا الطبله، وكنت اطبل ورا الدولاب او اي حاجه بتطلع صوت او تطلع صوت عشان امشي معاهم حتى. كانوا يزعقوا لي يا ابني خليك بس يعني. فالطبلة دي بقت عشقي، ان انا لدرجة ان اي حد كان زمان بيبيعوا طبل في عربية كده. أيوة. اللي هي الطبلة، حتى الرق اللي هو الصغنن ده، والطبلة كان كل الطبل كانت طبلة اللي هي جلد الحيوان دي. لا كان كده. جلد ارنب بس. قبل جلد الارنب كانوا بيعملوها بشكارة الاسمنت أصلاً. يعني الورق دوت مشدود. وكان كل الطبل لونها نبيتي. عشان كده حتى الاستاذ عبد السلام امين لما عمل فوازير شريهان ضربوك كان بيتي، يعني الطبلة لونها نبيتي، الأصل أصلها أصلا لونها النبيتي. طبعا لما وجه تحية لأسرة الأستاذ عبد السلام أمين، هو كمان عم أبويا أو قريب أبويا. طبعا أستاذ كبير طبعا. وجه تحية كمان لوالدي طبعا. كان لسه حضرتك بكلم والدي على التليفون قبل الحلقة. الأستاذ حلمي عامر اشتغلت مع بعض كتير جدا. طبعا أستاذ حلمي عامر ده يعني صديق وزميل وياما عملنا نجاحات مع بعض. والأستاذ عمرو عبد العزيز طبعا الموزع، فياما عملنا نجاحات مع بعض. فالاستاذ عبد السلام امين كان عمل الدرابوك كان بيتي، فانا مسجلتها، فكل الناس في مصر كانت عايزه تعرف يعني ايه درابوك كان بيتي. اللي يقول درابوك في بيتي، واللي يقول كل واحد كان الكلمة. ايه كانت الكلمه فجاء في اخر فزوره الفنانة شريهان، فقال دربوكة لونها نبيتي بترن تفرح بيتي. وانا بقى اشتغلت بالطبلة اللي هي نبيتي، ورحت قلبها كده، ورحت شريهان نازلة في الطبلة. فانا كنت غاوي الطبلة من البيت والعازفين الطبلة. فحبيت الآلة ديت، مع ان اخواتي كلهم اتجهوا للكيبورد والأورج والبيانو والأكورديون، وفي 2 منهم عازفين ايقاع برضو. ما شاء الله.